بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طالع طلعة خفيفة يعني للحداق، وتشوفون البحر يعني شرجي موج، والحين بالرشة، لكن الواحد يطلع بس يكسر الروتين، يشم هواء ويغير. لكن اللي حصل وتفاجأت فيه ان هذا المكان اللي انا متعود ساعات اجي حدق فيه، تفاجأت فيه بأن تسكر. وهذه يعني الله يعين الحداقة، أن كل ما يعني تعودوا على مكان يعني تسكر في النهاية. مثل ما تشوفون هذا الشبك، هذا السيف كنا نحدق فيه، والحين تسكر من أوله إلى آخره إلى داخل البحر، مسكر، ما في مجال أنك تحدق على السيف هذا. أقول إلا يا الله المستعان، ولو إن اليوم ما في صيد بس يكفي نقعد ونشوح السنارة، نحرك يدينا شوي، جسمنا يعني بدل القعدة. والله يسهل إن شاء الله، والله كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تشوفون البحر هايج، والرياح شرقية وضباب رطوبة، ويعني لكني أدري الصيد ضعيف ويمكن ما في شيء، ولكن بس القاعدة أنا مستانس منها، تغيير جو كسر روتين. مثل ما تشوفون السنارة من الموج شلون تنثني، شوف شوف هذا ياك الصيح أو الموج، قوة الموج. فما دام إنه ما في شيء، خلني أقول لكم سالفة من سوالف الحداق الغريبة اللي مرت علي. في تقريبا بعد 2000 طلعت بالكرفان رحلة يعني قصيرة، مدة 3 أيام تقريبا. رحت لأسياف أبو حليفة، وقعدت في شمالي القهوة الشعبية مالت أبو حليفة، واللي يعرفون الأسياف هناك يعرفون وصفها. طبعا في قهوة أبو حليفة، وراها مزرعة، ورا المزرعة في بيت، وبعدين سيف طويل بالمنتصف تقريبا في بالوعة اللي يصب الله يكرمكم. أنا قعدت بين البيت وبين البالوعة، وقعدت يعني المكان مرتاح منه، سيف قريب وحاط سنارتي وحدق، وفي شعاري ونيسرة، وفي يعني من السمج اللي يعني يونس. وقاعد داخل الكرفان طبعا مريح، اطالع التلفزيون واطالع الناس واشوف سنارتي اذا انبرت. وشوي ولا اشوف اثنين جايين عند البالوعة الصبة، معاهم واحد شايل سنارتين والثاني معاه اكياس، وكانوا السنانير داخل الجفير مالهم، يعني اللي هو الكيس مال السنانير. طلع واحدة وبدأ يحدق، وكان يحدق ويحذف السنارة يمين الصبة. ويمين الصبة أنا خابر فيها شوي شيرات، فحذف ويوم سحب ولا البلد شاير وانقطع البلد، انقص. رد مرة ثانية حط له بلد، ورد يحذف نفس المكان وانقطع البلد. رد مرة ثالثة وحذف نفس المكان وانقطع نفس البلد. استغربت منه، ظاهر حداق توه مبتدي، الحداق إذا شاف مكان في شير لازم يغير. وكان يشوفني لأن نزلت أسحب السنارة، ما تشيل سنارتي، أنا أعرف المكان وشلون أسحب السنارة. فقعد على هالحالة يشوح ويحذف على نفس المكان، والبلود قاعدة تتقطع. فتركته، أنا قعدت انشغلت، قعدت أسوي شاي داخل بالكرفان وما أشوف شوي ولا الباب قاعد يطق علي الباب. بطلته ولا هو الشخص هذا، ولا رجل طويل، ك
كان شكله عصبي ما ادري شلون يعني اوصفه، فلا سلام ولا كلام على طول قال لي بدي بلوت، ظاهري وطلع شامي من الشام، قال بدي بلوت كأنه يامر امر انا بدي بلوت. فانا الحقيقه من اسلوبه هذا غير محترم ولا سلام، ما بغيت اعطيه واقول له يلا مع السلامه، لكن يوم شفته حالته مو مضبوط الرجال واصلني قلت خلني اعطيه كم بلد وخليه يروح. فطلعت لي كم بلد وعطيته وراح، لا مشكور لا شيء لا هذا، راح وراح نفس الشيء يحذف على نفس المكان. يعني غريب هالإنسان هذا، كان يعني يشوح السنارة بقوة بعصبية إلى أن خلصت البلودة الثانية. ما أشوف هذا الشخص إلا انقلب وحش وحش، هاج وخذ السنارة وضربها بالقاع كسرها، وصاحبه يحاول يمسكه ما هو قادر يمسكه، وخذ السنارة وراح فوق البالوعة وحذفها بالبحر، ورد على السنارة الثانية اللي بالكيس وحذفها بالبحر، وخذ الأكياس اللي مع خوية وحذفهم بالبحر، ومسك خوية وتله وراحوا. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش هالإنسان هذا؟ يعني إيش هالحالة النفسية؟ فقلت يعني يلا عين، قلت هذا الشخص أتوقع إنه يعني في حالة نفسية، يمكن قال للدكتور روح البحر تصيد وتطيب، لكن زادت حالته. ما أقول إلا إن كان مريض نفسي أقول الله يشافيه ويرفع عنه ولا يبلانه. هذه من السوالف الغريبة اللي مرت علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.